الموضوع الثاني اللي بتكلم فيه، الطالب لما يجي الصباح متأخر. بعطيكم نموذجين، المدارس الخاصة تحتوي الطالب ويدخلونه ويقعدونه و هذا كله ويخلونه يحب المدرسة. طيب النموذج الثاني اللي هو النموذج المدارس الحكومية، عندهم اللائحة السلوكية تطبق عليها 1 2 3 4، الخامسة قبض الباب، قبض الباب وين بيروح؟ قبض الباب وين بيروح؟ انت تقول قبض الباب، قبض الباب شنو يعني؟ موضوع تكلمت فيه 20,000 مرة وما زلت أتكلم فيه. يا جماعة الخير، يا مدارسنا، لا تطلعون عيالنا من المدرسة. جاك الطالب متأخر، عاقبة سوى أي شيء، بس لا تطلع من المدرسة. لا يكون عقابك هو طلع من المدرسة، لأن بالنسبة له هذا يوم عيد أنه يطلع من المدرسة. أرجوك لا تطلع من المدرسة. لو تكرمت يا مديرنا، يا وزارتنا، يا وزيرنا، غيروا اللائحة هذه، لا تطلع الواد من المدرسة. أنت ما تعرف الواد وين يروح، يسبب مشاكل حق أهله. احتووا يا جماعة الخير، حببونا. لا تخلوا الطالب يكره المدرسة، لا تخلوا الطالب يكره شيء اسمه مدرسة. أنا أتمنى عيالنا يتعلمون وأحسن تعليم وما إلى ذلك، بس ساعدونا أنتم بعد. صح إحنا قصرنا، يمكن الأولياء الأمور نعم قد يكونوا مقصرين، يمكن 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 التأخير صح، أنا معاكم، إحنا قد نكون غلطانين في الموضوع هذا، بس بعد مش معنى ذلك إن أنا بعد بطبق عليه كل لوائح وأستدعي ولي أمره وكذا. يلا اطلع برا، اطلع برا وين أروح؟ طلاب يدورون في اللولاء في اللوسين وما ادري وين يروحون يتمشون، والله يعلم وين يروحون، الله يعلم يروحون مع من. يا اخي الف والوال في 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 بال الاب والام لما يضيع، تقول والله طلعت ولدك، لا تطلع يا اخي، احتوي عقبه يا اخي في المدرسه، اعمل له اي مشكله، اي 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 حل لك، لا تطلعه. ارجوكم يا وزاره التعليم، يا مدرسينا، يا يا مدارسنا، لا تطلعون عيالنا. يا اخي اياك متاخر عقبه ودخل المدرسه، لا تطلعه، لأن تطلع هذا يوم عيد بالنسبة له ويوم شؤم بالنسبة لنا. بعض أولياء الأمور دخلوا معي على الخاص ويعطوني بعض الاقتراحات الجميلة صراحة في موضوع تأخير الطلاب. منها مثلا قال لك يا أخي نعطيه جزء من القرآن يحفظه، منها نخليه مثلا يحل واجباته، منها نخليه مثلا يكون مساعد مدرس، منها نخليه مثلا مع مجموعة الطلاب نعطيهم دروس تقوية. يعني ما أطلع الطالب، أخذه أدخل المدرسة وأخليه يعمل شيء يعود عليه بالفائدة، لأن إذا تأخر مرة ثانية بيتذكر إن فيه شغلة بتصير معاه. إحنا نسميها شغلة فيها فائدة هو قد يعتبرها عقاب بغض النظر، ولكن ما أطلع الطالب بغض النظر عن أي شيء، ما أطلعه. خروج الطالب خطر عليه، خروج الطالب خطر على الأسرة، خروج الطالب خطر على نفسه، خطر على الآخرين. أنت ما تعرفون بيروح شو بيسوي، بينقلب شيء بعيد الشر. أرجوكم، سالفة أني أنا أطلع الطالب عقب ما أمارس عليه كل لأحد السلوك الضبط السلوكي عقب أطرده، أرجوكم لا. مو بعرفين تحلون المشكلة هذه، تواصلوا مع المدارس الخاصة، قولوا لهم سؤال واحد، الطالب اللي يتأخر شو تتعاملون معه؟ شوفوا.